تشاهدون الآن أصحاب السبت مع أحمد غالي والدكتور محمد جلاء إدريس. والرحمة الغراء بالخيرات تأتينا. لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا أسلافنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء معكم يتجدد حول برنامجكم أصحاب السبت. معنا ومعكم كما تعودنا دائما في كل حلقاتنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد جلاء إدريس، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. حياكم دكتور. مرحبا. مشاهدي الكرام، حلقتنا اليوم لا زالت متصلة بالحلقة الماضية، نقول إلى كل المهتمين بالشأن الإسرائيلي، إلى كل المهتمين بالكيان الصهيوني، إلى كل المهتمين بدولة اليهود، نقدم لكم هذه الحلقة عن إسرائيل. وبعدما تكلمنا في الحلقات الماضية عن هذه الدولة وهذه الشخصية وهذا المجتمع عبر التاريخ، عندما استقرأنا لكم تاريخهم وعبر صفحات العهد القديم، عندما أيضا استقرأ الدكتور محمد جلاء إدريس بعض الفقرات المتعلقة بهم، تعالوا لندخل في هذه الحلقات كما قلنا إلى إسرائيل من الداخل، إلى قلب إسرائيل، كيف تدار هذه الدولة، وعن الأحزاب الموجودة هنالك، إذا كانت هنالك أحزاب فهل قامت هذه الأحزاب على أساس ديني بما أنها دولة دينية، إلى غير ذلك من المواضيع التي من المؤكد أنها تهم قطاع كبير جدا من المشاهدين. دكتور محمد تكلم معنا في الحلقة الماضية عن تقسيم المجتمع الإسرائيلي، قسمه دكتور محمد إلى أشكناز، سفرديم، صبرة، وعرب، وفلاشة. وقف دكتور محمد مع الأشكناز اللي هي طائفة معروفة جدا في إسرائيل، وهي الطبقة الراقية أو الطب بمعنى أصح هناك، يعني هم يهود الغرب ويهود أوروبا. الإشكناز زي ما دكتور محمد عرفنا في الحلقة الماضية، هذه كلمة تطلق على اثنين، اسم مكان كما ورد في العهد القديم، أو اسم إشكناز حفيد يافث ابن نوح عليه السلام. هؤلاء يسيطرون على الحياة السياسية والفنية والعسكرية في إسرائيل، يعني هو مجتمع متعدد المواهب أو طائفة متعددة المواهب، إلى غير ذلك من الأمور اللي تكلم عنها الدكتور محمد جلاء إدريس في الحلقات الماضية. دكتور محمد، في كلمة تضيفها قبل ما ننتقل إلى صنف آخر من هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقط يعني أنا أريد التركيز على نقطة واحدة في كل ما يتعلق بالأشكناز، أنهم هم الذين صنعوا الصهيونية في الغرب، نعم، وهم الذين أتوا بالصهيونية من الغرب، واستمر دورهم إلى أن جاءت أخلاط أخرى في فلسطين زي السفرديم، زي الفلاشة، أو الجيل الذي ولد من السفرديم ولد من الإشكناز في فلسطين. إذن هم الذين يعني فتحوا الطريق أمام تكوين هذه الدولة، ولهم الفضل الأكبر في اختراع الصهيونية ونشأتها وفي هجرتها إلى فلسطين. نعم. طيب ننتقل بإذن الله تعالى إلى صنف آخر أو نوع آخر أو مكون آخر من المجتمع الإسرائيلي، سفرديم. نعم. برضو كلمة سفراد وردت في العهد القديم في سفر عبادية الإصحاح الأول الفقرة الثانية، دلالة على أنه اسم لأقليم يرجح أنه في شمال فلسطين، يعني اسم مكان أيضا، اسم مكان نعم. يعني الإشكناز كان اسم شخص، تمام، واسم مكان، نعم، لكن سفارات كانت اسم مكان يرجح أنه كان في شمال فلسطين. لكن هذه التسمية أو هذا الاسم أطلق على في العصور الوسطى على أسبانيا،
على الأندلس، ثم سمي به يهود أسبانيا أينما كانوا في المغرب العربي كله، اللي انتقلوا من المعروف اليهود انتقلوا في ظل الاضطرابات والقلائل من أسبانيا اللي هي الأندلس إلى دول المغرب العربي، المغرب والجزائر وتونس إلى آخره، فيطلق على هؤلاء جميعا اسم سفارد. نعم. أيضا من الغريب أننا وجدنا إطلاق هذا الاسم على اليهود في مصر وفي إيطاليا وفي سوريا وفي البلقان وفي الدول أو التي كانت تخضع للخلافة العثمانية. في سنة 1497 يعني في أواخر القرن الخامس عشر انضمت إليهم جماعات جاية من يهود البرتغال، البرتغال يهود جايين منها انضموا ليهود أسبانيا وأصبح يطلق عليهم أيضا يهود السفارد أو السفاردين. يعني هو أول ما أطلق هذا الاسم على أطلق على يهود الأسبان الأول على أسبانيا كمكان، تمام، بعد كده كمكان يطلق على اليهود اللي كانوا في أسبانيا وهاجروا، سواء منهم من بقي في أسبانيا ومن هاجر إلى دول المغرب العربي، انضمت طائفة أخرى قادمة من البرتغال وسميت أيضا باسم سفارد. طب دكتور يعني سامحني، لماذا أسبانيا تحديدا أو اليهود في أسبانيا أخذوا هذا اللقب؟ لا هي تسمية أو سمي باسم المكان. أنت النهاردة تعيش في مصر ومولود في مصر بيتقال لك إيه مصري. لا أنا بتكلم حضرتك بتقول يعني أطلق الأول على أسبانيا سفارد اسم مكان، اسم مكان كاسم مكان، تمام، ما فيش مبرر لماذا أطلق على هذا الاسم. طيب لا يوجد تبرير ولا هنعمل زيهم. نعم. إن إحنا كل حاجة كل اسم أطلق على مكان أو على شخص نجد له تبرير ونقول ليه، لأن كذا لا يوجد تبرير، والتوراة لا تقدم لنا تبريرا ولا اليهود أنفسهم يقدمون لنا تبريرا على تسمية أسبانيا بسفارد. طيب هل ينطبق هذا الاسم على العرب الأصليين؟ هذا هو الخلط الذي حدث. يعني في البداية أطلق في العصور الوسطى على يهود أسبانيا ثم يهود أسبانيا الذين انتشروا في بعض الدول، لكن بعد كده أصبح يطلق على يهود مصر، يهود العراق، يهود اليمن، رغم أن هؤلاء ليس لهم علاقة بسفارد اللي هي أسبانيا. هؤلاء يعني أنا يهود مصر، يهود اليمن، يهود العراق، هؤلاء يهود أصليون أصليون، لكن مع التوسع في التمييز بين الاشكناز والآخر أطلق على كل يهودي آخر كلمة سفارد. ده يعني موجز القول. لا يعني تاني أقول يعني هي بدأ زي ما بدأنا شفنا توسع في التسمية، يهود أسبانيا، يهود المغرب العربي، انضم إليهم البرتغال، يهود البرتغال، يهود إيطاليا، يهود مصر، يهود العراق، يهود اليمن، كل يعني فترة بيطلق على مجموعات أخرى. في النهاية وصل الأمر إلى أن كل من هو ليس إشكنازيا أطلقوا عليه أنه سفاردي. طيب. أقول كمان لا مش كمان هو واحدة واحدة عليه كل ما يعني هو عاوزين يقولوا أنه هو يعني أنا عاوز أعرف منين جيل الفصل بين الإشكنازي والسفاردي. ليه إحنا قلنا ده إشكنازي وليه إحنا يعني مثلا إيطاليا مثلا وليه قلنا ده إشكنازي لأنه قادم من أوروبا. طيب ما هو نفس القصة في أسبانيا ونفس القصة في إيطاليا، بس التسمية كانت رسخت قبل ظهور تسمية سفارد. احنا ما اتكلمنا قلنا كان في القرن التاسع تقريبا الميلاد فسموا وخلاص اتحدد معالمهم. اليهود الذين هاجروا من اسبانيا اللي هي سميت سفارد الى سائر الدول حملوا معهم هذا الاسم من باب التجاوز. اطلق على كل يهود الشرق للتمييز. ما احنا دلوقتي اصبح عندي ايه، اما يهودي غربي او يهودي شرقي، اما يهودي غربي او يهودي شرقي. خلاص الغربي اشكنازي اصبح سفارادي او السفاراد تطلق على كل يهود الغرب، على الرغم من ان كثيرا منهم بالذات يهود الدول العربيه لا علاقه لهم بيهود اسبانيا او لا علاقه لهم باسبانيا نفسها. يعني اقدر يعني اضع قاعده اقول ليس كل اليهودي يهودي سفارديم شرقي وليس كل شرقي سفارديم. لا هو دلوقتي أصبح كل يهودي شرقي سفارديم كل يهودي غربي اشكنازيم.
كل يهودي غربي اشكنازي الواحد بيقول اشكنازي في الجامعة، سفارادي واحد سفارديم الجامعة. تمام تمام تمام. فدلوقتي احنا عشان نميز او من يعني ما نعملش ارباك للمشاهد، يا اخواننا اشكنازيم يقصدون بها اليهود الغربيين، سفارديم يقصدون بها كل يهود المشرق. دي بغض النظر المشاهد لا يعنيه الخلافات الانتقال من مكان لمكان. لا يعني اول ما تسمع على طول اليهود الاشكنازيم يبقى اللي اصلهم غربي، اليهود السفارديم اللي اصلهم شرقي. يبقى السؤال اللي بعد كده، ما الذي يفرق بين يهود السفارديم ويهود الاشكناز؟ لا هو في اختلاف كبير. اولا اللغه، اللغه قبل الهجره، بتكلم قبل الهجره الى اسرائيل. نعم. كانوا يتكلمون لغه تسمى اللادينو، اللادينو وهي لغه يعني ماخوذه من اللغه الاسبانيه. تمام. هذه اللغه كتب بها ادب يعني واسع جدا جدا في العصور الوسطى، لان اليهود في العصور الوسطى تمتعوا في ظل الدوله الاسلاميه في الاندلس بحريه لم يتمتع بها اي يهودي في اي مكان اخر. فبداوا يكتبوا بالعبريه، ويكتبوا ايضا منهم من كتبوا بالعربيه، وكتبوا كثيرا من كتاباتهم الدينيه والادبيه بهذه اللغه التي كانوا يتكلمونها وهي لغه اللادينو. لكن في نقطه مهمه، وهي انهم اليهود السفارديم امتزجوا بالبلاد الشرقيه التي عاشوا فيها. بمعنى احنا اتكلمنا لما اتكلمنا على السفارديم الاشكنازيين المره اللي فاتت، قلنا دول عاشوا في ايه؟ جيتو، في اماكن مغلقه ولها اسوار، وبالليل يقفلوا الباب ومحدش يدخل ولا حد يخرج. في دول المشرق لم يعش السفارديم مثل هذه العزلة التي عاشها إخوانهم في أوروبا. نعم كانوا يعيشون في حارات، يعني في تجمعات لغاية النهاردة. أنا أذكر يمكن لما كنت في بريطانيا، كنا المسلمين كلنا تلاقينا عايشين معروف في ايه، معظمنا في منطقه معينه فيها انجليز غير مسلمين، لكن كل يعني بتحس بالالفه لما تكون اغلبيه في المكان من مسلم. بلدك. نعم. او من دينك. انا اذكر مثلا ده انتقلنا من حي كامل اسلامي باكستاني وهندي الى عمارات بعد كده في منطقه اخرى تلاقي معظم سكان العماره مصريين. فهم يعني حاره اليهود من هذا المنطلق انهم بيتجمعوا، لكن لا هي مغلقه ولا ما يدخلهاش غير اليهود، لا كان بيدخل إليها المسلمون والنصارى في مصر وفي الدول الأخرى، يعني لم تكن أماكن مغلقة على من فيها من اليهود. ده فرق كبير من الفروق المميزة للإشكنازيم والسفارديم. هو الأولين تقوقعوا واعتزلوا وعاشوا في الجيتو المغلق، السفارديم امتزجوا وعاشوا وتعاملوا وعاشوا في أحياء، بل أحياء مشتركة، بل وتسموا يعني احنا لو لاحظنا تسموا بأسماء عربية. يعني النهاردة أنا قرأت كثير في الأدب الذي كتبه اليهود العراقيون. اليهود العراقيون اللي اسمه سامي، واللي اسمه عبد الله، واللي اسمها نظيمة، واللي اسمها زكية، الله، أسماء عربية احنا بنسميها من الأسماء المشتركة. نعم. يعني ما سموش محمد مثلا ولا احمد، لكن في اسماء زي برضه هنا في الاقباط في مصر هتلاقي اسماء مشتركه بيننا وبينهم. هتلاقي عبد الله مشترك، سعد. لسه كنا بنتكلم قبل ما اجي لك في الاولاد في البيت، لقينا مثلا هادي. انا اعرف انهم يسموه فادي. لا في صديق لنا قبط في الصعيد له ولدان هادي وفادي. نعم. هادي ده ابن عمي محمد هادي. فاذا اسماء مشتركه، الكلام ده ما كانش بيحصل في الغرب. فشوف الامتزاج اليهود في المجتمع لدرجه انهم تسموا باسماء عربيه واسماء اسلاميه لم يكن يعني لنشاهدها في اي مجتمع تاني غير البيئه العربيه والاسلاميه التي عاش فيها اليهود. يعني الذي يفرقهم نطق اللغه، والامر الثاني اللي هم السفارديم عاشوا في امتزاج، اما الاشكناز عاشوا في يعني عزله. في نقطه اخرى ايضا دينيه، طقوس دينيه. مش بس نعم، هم لهم يعني ايضا خصوصيات في عبادتهم تختلف ايضا عن الاشكناز. يعني الاشكناز مثلا اقول لك ان هم دخلوا في الصلوات بعض الفرق اليهوديه الاشكنازيه الغربيه
أدخلت الموسيقى في الصلاة اليهودية. الأصل في الصلاة اليهودية ليس فيها موسيقى، لكن لما عاشوا في أوروبا وشافوا الكنائس ترتل فيها الصلوات المسيحية في الكنائس على أنغام الموسيقى، نقلوا هذا إلى المعابد اليهودية الإشكنازية. فده اختلاف كبير بينهم وبين السفارديم أو بين اليهود الشرقيين. التراث الديني لليهود السفارديم يميل إلى المدرسة البابلية. المدرسة، أنا عندي مدرستين، مدرستان فقهيتان يهوديتان كبريان. مدرسة بنطلق عليها مدرسة بابل اللي هي جي فيها التلمود البابلي، ومدرسة تكلمنا عن هذا لما تكلمنا عن التلمود، مدرسة أورشليم أو مدرسة فلسطين، ويطلق على التلمود بتاعها التلمود الأورشليمي. لكن الأكثر انتشارا والمعتمد ككتاب تشريع يهودي إلى الآن في إسرائيل هو، رغم سوء أن الأغلبية في إسرائيل كانت إشكنازية، لكن من الناحية الدينية كان التلمود البابلي هو المرجع الأول للأمور الفقهية بالنسبة لليهود. فالسفارات كانوا يعني يميلون إلى المدرسة البابلية. الإشكناز كانوا يميلون إلى المدرسة الغربية أو الفلسطينية، نعم، الفلسطينية أو الأورشليمية، نعم. ده أيضا اختلاف آخر بين أضف إلى هذا العادات والتقاليد، عادات شرقية بحتة. يعني لما أقرأ رواية سواء بالعبرية أو بالعربية، الكاتب يهودي من أصل عربي، خلينا بقى على اعتبارهم بيطلقوا على اليهود العرب سفراد، نعم، يحلف بالطلاق، والله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني عايز أقول أنهم مسلموا الثقافة، زي القبط عندنا في مصر دلوقتي. لما تقعد مع واحد قبطي يمكن من الصعب أن أنت تكتشف أنه قبطي عادي، ممكن يقولك والله العظيم وكذا وكذا، يعني تحس أن إيه، بحكم المحاكاة، بحكم ثقافة، نعم، بسميها ثقافة. لكن لو قلت في أكثر من مرة مسيحي ومصر مسلموا الثقافة، وقالوها هم، قالوها هم، يعني ودي مش عيب، مش عيب أنه يكون ثقافته ثقافة البلد اللي عايش. بالعكس، ده هي دي شخصية سوية. يعني أما أن أنا أكون عايش في بلد وثقافتي تنتمي إلى بلد آخر، ده في انفصام في الشخصية، ده في انفصام في الشخصية. أن أنا عايش في بلد ومحافظ على ثقافة بلد آخر، ده يعني تبقى شخصية غير طبيعية. لكن حقيقة اليهود اللي عايشوا في بغداد، في مصر، في اليمن، هؤلاء جميعا يعني تشربوا الثقافة العربية التي في جوهرها تعتمد على الثقافة الإسلامية. جميل. طيب، يبقى إذا لو وضعنا نقاط الفارق بين السفارديم والإشكناز، ممكن نحطها في الطقوس الدينية، في إن هؤلاء امتزجوا وهؤلاء كان عندهم عزلة، نطق اللغة نفسها، العادات الاجتماعية، ده كله بيفرز ما يسمى بالإنتاج الأدبي. أيضا كان في فوارق حتى النطق في الكلام، نعم، لما كلهم هاجروا لإسرائيل، نعم، إشكناز وسفارد الآن في إسرائيل، الإشكناز بينطق العبري خواجاتي. يعني إيه؟ يعني مثلا حرف القاف ما يقدرش ينطقه كاف، الحاء ليه؟ لأنه هو جاي من أوروبا، ما فيش في اللغات الأوروبية حرف القاف ولا حرف الحاء، مش كده ولا إيه؟ تمام. إحنا لغاية دلوقتي الخواج يقول لك يا حبيبي يا خبيبي، صح؟ القاف نفس الحكاية. فاليهودي الإشكنازي يتكلم العبرية بلهجة اشكنازية، أي الحروف الأصيلة في العبرية كلغة سامية التي ليس لها مقابل في الاشكناز، في لغات الاشكناز الألمانية الفرنسية الإنجليزية كل هذا، فهم ينطقون الحروف العبرية السامية نطق غربي اشكنازي. لكن قل لي بقى اليهود السفارادي اللي عاش في الأندلس أو عاش في بغداد أو عاش في مصر، اللي بيتكلم عربي، هينطق الحا حا، الهي هي مش همزة ولا حاجة، القاف قاف. إذن في إسرائيل النهاردة أنا أقدر أقول لك فلان ده إشكنازي وفلان ده سفارادي من اللغة اللي بينطقها. طيب، احنا درسنا في الحلقة الماضية وبينا أن الإشكناز بيشكلهم هم المحرك أو الدينامو الأساسي في إسرائيل، سياسي، عسكري، ثقافي، أدبي، أيا كان هذا الأمر. طيب، وضع السفارديم جوه إسرائيل إيه؟ أولا السفارديم في نقطة مهمة جدا جدا، وهم أنهم ليس لهم دور على الإطلاق في الحركة الصهيونية، ليس لهم أي دور على الإطلاق. احنا اتكلمنا قلنا الصهيونية دي من بنات أفكار يهود الغرب،
الذين أنشأوا إسرائيل في فلسطين يهود الغرب. نعم. هجرة اليهود السفارد. وأنا هنا بقول كلمة يهود السفارد يا أستاذ أحمد بعني بيها المعنى الواسع اللي هم بيعنوه، وهي كل يهودي ينتمي إلى دول الشرق أو كل يهودي ليس إشكنازيا أو ليس غربيا. تمام. فعندما قامت إسرائيل سنة 48 لم يكن في فلسطين يهود سفارد، واستمر الوضع على ما هو عليه. يبقى اللي جم بالضروره يقول لك برضه ما كانش قبل قامت اسرائيل يهود اشكناز. لا، الموجودين بالعكس. مين احنا قلنا اللي هاجروا؟ انت اللي هاجروا من نهايات القرن التاسع عشر والهجرات الجماعيه من ايام هرتز لغايه وعد بلفور ولغايه الحرب العالميه الاولى وما بين الاولى والثانيه يهود اشكناز. لكن عددهم لا يذكر. يعني انا اذكر ان عدد اليهود كلهم جمله الموجودين في اسرائيل ب 42 لا يتعدى 2%. لا لا لا، هنشوف دلوقتي، هقول لك الاحصائيه بعد ما اخلص العناصر كلها. عدد كبير هم ازاي ده؟ يعني الهجرات كانت احيانا بتشمل الهجره الجماعيه يعني 20,000 يهودي. 20,000 يهودي؟ اه، تلاقوا في هجره واحده على مراكب، مجموعه سفن ومراكب بتنقلهم. ده قبل وعد بلفور؟ لا، الفتره اللي هي من هرتزل لغايه قيام اسرائيل. نعم شهدت هجرات جماعيه، مش واحد بقى مشتاق لفلسطين ومشتاق يهودي مصري مثلا مشتاق لفلسطين هاجر قبل فلسطين عشان يعيش في القدس ويموت في القدس زي ما ناس كتير يتمنى تموت في مكه او المدينه. دول يعني افراد قليلين. نعم. اللي هم هاجروا قبل قيام اسرائيل من دول الشرق بدافع ديني. فاذا استمر الوجود الاشكنازي هو الوجود المطلق لليهود في فلسطين لغايه تقريبا سنتين بعد قيام اسرائيل، لغايه الخمسينيات. بدات الحركه الصهيونيه العالميه تفكر في يهود الشرق، عايزه تهجرهم. تعمل ايه؟ لان لسه النهارده انا قاري في بعض عاملين في مقال قراته في الاخبار، اخبار اليوم، عن والموضوع انا كتبت فيه واتكلمت فيه قبل كده. نعم. مطالبات اسرائيل هتفيد الطالب بتعويضات عن ممتلكات اليهود اللي كانوا في البلاد العربية. فاللي حصل ده خلاص بدأوا ياخدوا فيها قرار؟ نعم، ده بيتراجع في الكنيسة، يعني القرار معروض في الكنيسة وفي مناقشات وشبه موافقة على هذا. قلت لك هنبص فجأة أن القرار صادر وأن الغرب بيطالبنا بأن ندفع لإسرائيل تعويضات. ده إحنا ولا السعودية ولا كل الدول العربية التي كان فيها يهود؟ كل الدول العربية. اه، قال لك هاجروا استولينا على ممتلكاتهم، فالممتلكات دي مثلا كانت تساوي 1,000,000 في سنة 50. النهاردة ما الربح بقى اليهود. نعم. الفايدة بقى، الفايدة مركبة. شوف بقى لو من 50-60 سنة ال 100,000,000 تبقى كام أو 1,000,000 تبقى كام. وهل تتوقع دكتور محمد قد يكون ده مسمار جديد في المنطقة العربية؟ وهل الدول الأجنبية أو المؤتمرات أو المنظمات الدولية مثلا زي الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات والمنظمات الدولية هتسندهم في هذا الأمر؟ أعتقد ذلك. نعم. لأن هي أمم متحدة على مين؟ أمم متحدة علينا وأمم متحدة ليهم. تمام؟ يعني أمم متحدة تتحد في صالحهم وتتحد علينا. وإلا وريني قرار منصف تم تطبيقه لصالح المسلمين ولصالح العرب من منذ قيام الأمم المتحدة. الكلام ده خطير، يعني ممكن نسمع خطير بعد ما يطبق هذا القرار نسمع ان اسرائيل هتنتوي او هتدخل مره تانية لسينا في مقابل ان احنا خدنا زمان او بعض الناس اخذوا من اليهود بعض الاموال اليهوديه ويقول لك يا تجيبوا لنا حقنا يا مش طالعين من لا هو مش هيقول لك مش هت... لا هو مش هيعمل كده، هو يدفع عليك قضيه. وبعد كده هتلاقي في العالم كله اللي يأيدهم ولازم تدفع لهم. وبعد ما دفعتش مين؟ ما دفعتش؟ آه. الغرب هيجبرك على انك تدفع. او زي ما خصموا الكفاله بتاعت الامريكان اللي هربوهم من المعونه المصريه، يخصم لك حق اليهود من المعونه الامريكيه. لان احنا لغايه دلوقتي في غيبوبه تامه عن اسرائيل. العالم العربي والاسلامي في غيبوبه تامه عن إسرائيل، لم يفهم إسرائيل ولم ينتبه إلى أساليب إسرائيل. طيب إذا كان الحال ده مع مصر ما لا هيكون الأمر إيه حتى في المدينة المنورة؟ يقول لك إحنا كلنا ممتلكات أيام الرسول وشبه هذا القبيل. ما هي دي بتقدر ده هم بيطالبوا حوالي 3 مليار. وهل السعودية تدفع نفس القصة برضو؟ أي والله لا، أنا لا أستبعد.
أن يتم الضغط على يتخذ من الرصيد السعودية في أمريكا؟ أنا أعتقد الأمر مش مستوعب. يا سيد الفضل يا نحن نعيش في زمن البلطجة الغربية وبالذات البلطجة الإسرائيلية الأمريكية. البلطجة الإسرائيلية الأمريكية، ما تريده إسرائيل بدعم من أمريكا سينفذ عليك وعلي رغم أنفنا، لأن نحن كل واحد في حاله. أنت النهاردة عندك إسرائيل أخذ البترول سيناء من 67 إلى أن طردت من سيناء وأجلت عن سيناء ب 28 مليار دولار. 28 مليار دولار دي قيمة البترول اللي إسرائيل خدته في فترات احتلال سيناء. ماذا فعلنا كمصر حتى الآن؟ هل طالبنا باسترداد هذه المبالغ؟ ولا فكرنا فيها؟ لا القدام يا أستاذ أحمد ولا الجداد. لأنه زي ما قلت لك أن اتضح لي خلال يعني الميت يوم اللي فاتت، واخد بالك؟ أن إسرائيل ليست في الحسبان. إسرائيل خارج اهتمام. أنا مش عايز يعني أحسن يعني ست محمد زعلت وتكلمتني وتتكلم على السيد مرسي، لا أنا ما بقولش مرسي، أنا ما بقولش الرئيس مرسي، بقول على الطاقم الذي يدير مصر الآن من مستشارين من كذا من كذا إلى آخره. هؤلاء إسرائيل ليست في حسبانهم على إطلاق. يعني إحنا لو رجعنا زمان دكتور محمد مرة تانية للمذابح اللي حصلت أيام إسرائيل، مثلا زي ثغرة شتيل لما حدث تدمير لمبنى الأمم المتحدة في لبنان تقريبا، وكان النتيجة أن بطرس غالي لما حب يتكلم عن بعض الأمور المسطورة أقعد بطرس في خلاص ما ترشح دولة ثانية. ميثاق جنيف اللي تكلمت عنه إسرائيل في حقوق الأرض المحتلة أيضا ما طبق منه شيء، وهذه برضو مواثيق دولية. يبقى إذن فأين الكيل بمكيلنها في هذه الأوقات؟ أنا قلت لك إن في أمم متحدة متحدة لصالح إسرائيل ومتحدة على المسلمين والعرب. نعم. ساعدت جنوب السودان عشان الأغلبية المسيحية اللي فيه وبقى دولة. أتشيفي في أندونيسيا استقلت وأصبحت دولة. تمام. لم تحرك ساكنة لكشمير ولا لفلسطين، وما زلنا قرارات الأمم المتحدة من 48 أيام الانتداب وقيام إسرائيل لغاية النهاردة لم تطبق. طيب أرجع مرة تانية، إذا بعد سنتين من قيام إسرائيل بدأت تستدعي للسفر ديم إزاي؟ لكن بعد هذا الاتصال معايا الأستاذ عبد الحافظ. السلام عليكم أستاذ عبد الحافظ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعتذر لأن أقطع هذه السلسلة الطيبة من فضيلة الدكتور جلاء، لكن اسمحوا لي إن كان زي ما أستاذ أحمد ذكر ممكن يطلبوا ما يدعون أنه حق من أيام المدينة فيذكرني ذلك وأرد الحق إلى أهلي. الأستاذ أحمد بهجت من 20 سنة كان كده في صندوق الدنيا عندما أثار هذا الأمر أن نطلبه نحن أيضا بالذهب، الذهب اللي عملوا منه عجل أديس والذهب اللي خدوه اللي كان عندهم أمانات اللي هو كان بتاع مصر كله. ثم الكل يعلم وهم الذين فضحوا أنفسهم بأن أصل 67 جعلوهم يحفروا قبورهم بأيديهم ثم دفنوهم أحياء، فنرجو أيضا أن نحسبهم على كل ذلك. وأرجو تعليق دكتور جلاء وجزاكم الله خيرا. طيب شكرا أخي. أنا قلت هذا في أكثر من مرة، قلت أن احنا يمكن الحلقة الماضية أو قبل الماضية وطالبت المسؤولين في مصر بالتحرك وطلب تعويضات عامة لحق بالجنود المصريين الذين اختفوا، لا قتلوا ولا أسروا ولا نعرف لهم أثرا حتى الآن، ونطلق عليهم المفقودين، ولم يتحرك هذا الملف في عهد النظام السابق. قلت الطالب نبدأ إحنا، ما هو أصل الهجوم خير وسيلة للدفاع. قبل ما يجي طالبني دلوقتي بأموال المصريين اليهود اللي كانوا في مصر، لا ده أنا ابتدي أطالبه بال 28 مليار بتاعت البترول وأطالبه بتعويضات عن الضحايا في سيناء المفقودين. طيب دكتور محمد، يعني بعيدا عن التنظير أو هذا الكلام، ليه حضراتكم مثلا كمثقفي مصر في الشؤون الإسرائيلية خبراء مصر الحقيقيين في هذا الباب، ليه ما تعملوش زي ربطة أو تجمع أو شيء من هذا القبيل وتعودوا مع المختصين أو المخولين بهذا الباب وتتكلمهم أنتم أخبر بهؤلاء من غيركم؟ لسنا بحاجة إن احنا نعمل مجموعة أو تنظيم أو إلى آخره.
كلنا نتكلم في الإذاعات والتلفزيونات، كلنا نكتب كتب. لا، الكلام في القديم كان له معنى، أما في الحديث قد يكون له طعم آخر. طب ما احنا قلنا لا، ما هو الكلام بقى مش عاوزين الكلام عن بعد، كان بعد، كان في منطقة محظورة الاقتراب، ما تعديش ده بلاك ليست، ده ما تجيش شميته، هذا الخط الأحمر أو هذا ملف الأسود، لكن خلاص في طرق مفتوحة، ليه ما تجونوش رابطات وتجلسوا مع هؤلاء وتتكلموا معهم في مثل هذه الأمور؟ نجلس يا أستاذ أحمد، نجلس مع مين؟ نجلس مع مين؟ مش لما أجل واحد مهتم أروح له؟ فاحنا ما فيش يعني دي فكرة كده نموذجية أو مثالية، لا أظن أنها ستجدي. احنا بنكتب النهارده بقى، احنا داخلين على السنتين برنامجنا ده، وده اللي بيصيبني بالاحباط احيانا، والبعض يلومني انت متشائم. سنتين ولم نسمع من مسؤول تعقيب على كلمه قلناها او عمل رسمي حكومي على شيء طلبناه من خلال البرنامج، واحنا طالب باشياء مشروعه. هو كثيرا ما يطالب في كل القنوات، لكن القصة كلها قصة إيه؟ جلسات تفعل فيها بعض الأمور. طيب نشوف نالة تقولي. السلام عليكم أستاذة نالة. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك أستاذ أحمد والأستاذ الدكتور محمد، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء يا رب العالمين. يا رب الله يبارك فيك. لو سمحتم لي بثلاثة أسئلة بارك الله فيكم. السؤال الأول دكتور محمد، لماذا اختار اليهود هذا المكان بالذات لقيام دولة إسرائيل؟ والسؤال الثاني، ما دور مصر أو يهود مصر في قيام دولة إسرائيل؟ هل كان منها هجرات إلى هذا المكان؟ والسؤال الثالث، بالنسبة لتسمية يهود زفارات بهذا الاسم، فضيلتك ذكرت أثناء كلامك أنهم أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم للتمييز، فهل من الممكن أن تكون هناك علة أخرى، وهي أن يحاول اليهود الاستيلاء على ما يعيشون عليه من أراضي سواء كان في مصر أو اليمن أو أسبانيا أو غيرها؟ لأن هذا الاسم كان في البداية اسم مكان، اسم، فهل يعني فهم يتفاءلون بهذا الاسم، فهل من الممكن أن تكون هذه العلة هي العلة الثانية لهذا الاسم؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب اتصال اخر معايا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ يا مرحبا يا فندم، سلامنا لحضرتك وللعالم الجليل. حياك الله استاذ معوض المتصل الدائم بينا. اهلا وسهلا استاذ معوض. يعني احنا دايما في موقف الدفاع. يعني حضرتك دايما بتقول للعالم الجليل ان احنا في موقف الدفاع دايما. يعني انا قلبي بيقول انت في موقف الهجوم. ما فيش عندنا يعني مبادره، يعني هم بيطالبوا دلوقتي بالتعويضات، اللي زي ما طلبت من العالم الجليل دلوقتي ان المثقفين المفروض يعملوا اجتماع مع المسؤولين. طب هي مش مسؤوليه المثقفين بس، طب فين وزراء الخارجيه في الدول الاسلاميه؟ 40 دوله اسلاميه، فين وزراء الخارجيه؟ على الاقل نتكلم باسم بلادنا احنا. ايوه من بلادنا احنا. يعني طب احنا عندنا المفروض ان فيه مثلا حاجات من ايام هرتزل ووعد بلفور. وعد بلفور كان في 2 نوفمبر سنه 1917. نعم نعم. والعالم الجليل بيقول لي دلوقتي كان فيه هجرات جماعيه، هجرات جماعيه كان ايام الخلافه العثمانيه. يعني وعد بلفور ده كان لسه فيه خلافه عثمانيه. على كانت الدول الاسلاميه والعربيه كانت قويه جدا. سيد الدكتور محمد، هذا الكلام قلت طيب في ظل هذه الهجرات المسبقه ايام الخلافه العثمانيه. ايوه كان في هجرات جماعيه. نعم. طيب بالنسبة لقانون معاداة السامية ووعد بلفور، كل ده كان لسه إسرائيل لم تعلن. صحيح. كانت الدول الإسلامية والعربية كأنها نايمة، يعني ما كانش فيه أي دور نهائي. لما تبقى فيه هجرات جماعية، ده في حاجة تانية كمان يا أستاذ أحمد، إن كانوا بيكتبوا على الجنيه الفلسطيني باللغة العبرية. يعني أرجو إن العالم الجليل يوضح لي كده، إنه كان مكتوب باللغة العبرية على الجنيه الفلسطيني. أيام يعني ما بعد الخلافة العثمانية أو في الخلافة العثمانية. ليه كانوا بيكتبوا باللغة العبرية على الجنيه الفلسطيني بالذات؟ كان في مثلا تعويض المسلمين مثلا في أسبانيا والبرتغال، ده يعني ممكن يكون يواجه مثلا تعويض الإسرائيليين اللي هم بيطالبوا بيه دلوقتي. بالنسبة للجنود المصريين اللي داسوا عليهم بالدبابات في سيناء، احنا ما فيش عندنا اي تعويضات ولا طلبنا. هل في المستقبل
ان هم دلوقتي بيطالبوا بتعويضات، ممكن يغيروا ايات من القرآن الكريم بحجة انها معادية للسامية في المستقبل. الدول الإسلامية في موقف الدفاع زي ما حضرتك دايما بتقول، ان احنا دائما في موقف الدفاع. ما فيش لا وزراء خارجية ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا جامعة الدول العربية لها اي دور. كل الادوار اللي بيعملها ادوار فردية، زي العالم الجليل كده بيعمل ادوار فردية وكلها جزر منعزلة. ياريت يكون فيه اتحاد مرة واحدة بين 40 دولة إسلامية، وممكن ال 40 دولة إسلامية إذا طبقت أي حاجات معادية للإسلام المفروض ينسحبوا من الأمم المتحدة. صحيح. زي ما قال العالم الجليل إن هم متحدين على المسلمين. صحيح. طب ليه المسلمين ما يتحدوش وينسحبوا من الأمم المتحدة؟ كما نتمنى ذلك. شكرا جزيلا. كما نتمنى ذلك. وأنا شاكر جدا لك على هذا الاهتمام بهذا البرنامج، لأن يبدو أن حضرتك متفاعل مع القضية تماما. دكتور محمد، نرجع مرة تانية ونخلي الأسئلة اللي معانا اللي طرحت الآن لنهاية الحلقة. دلوقتي ينتهي الوقت ولا لا؟ لا لا إن شاء الله نجيب قبل انتهاء الوقت، يعني نتهرب من لا 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 نتهرب إن شاء الله بإذن الله. طيب أرجع مرة تانية، كيف انتقل السفرديم إلى هذه المنطقة؟ هي كل بلد أو كل منطقة لها ظروفها، لكن الأسلوب متشابه. بمعنى في بغداد وفي العراق، نعم، علشان يهجروا اليهود العراقيين، وده كانوا اكبر جاليه يهوديه في العالم العربي. عملوا ايه؟ بالاتفاق مع حكومه نور السعيد بتعمل تفجيرات في المعابد والتجمعات اليهوديه، بتعمل تفجيرات في المعابد والتجمعات اليهوديه، وبالتالي وتفتح طبعا ابواب فلسطين على مصراعيها. فطبعا اليهود يعني خافوا من اللي حصل في التفجيرات دي، ان هيقضوا عليهم العراقيون، فهربوا الى اسرائيل. طيب نكمل في موضوع، لكن بعد ما تلقى هذا التليفون من الجزائر. السلام عليكم استاذ عبد القادر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكركم جزيل الشكر على هذه الحصه القيمه. طيب لو سمحت ممكن الصوت يبقى اعلى؟ لو سمحت الصوت يبقى اعلى؟ لم اسمعك. لو سمحت ممكن صوت حضرتك يكون اعلى؟ ارفع الصوت يا اخي، ارفع الصوت. الو، نعم. اسمعك تفضل. قلت لك اريد ان اؤيد زميلي الذي اتصل قبل قليل. تمام. واريد ان اقول ان المشكلة تكمن في أن كل دولة عربية تخاف أن تكون هي السباقة لإعلان الحرب أو إعلان المعاداة المباشرة، وذلك لسبب أو لآخر. وأنا أقول أن اسمحوا لي أن أدلي بدلوي. فضل. أن المشكلة الأساسية هي ليست في المسؤولين، أو كما كنت تقول قبل قليل اجتماعات مع مسؤولين أو وزراء أو أي شيء آخر، فهذا ولن يجدي نفعا، لأن منذ عشرات 20-40 سنة لم يقدموا لنا حلا حول القضية الفلسطينية. طيب. ولكن المشكلة الوحيدة تكمن في الشعب. إذا كانت المسؤولية لا تتعلق بهؤلاء المسؤولين، إذا أستاذ عبد القادر يعني يا ترى على من تتعلق هذه المسؤولية؟ أنا تفضل. أنا أقول أن الوزراء والمسؤولين والرؤساء لن يقدموا لنا حلا. نعم. وخير دليل على ذلك ما جرى وما سيكون مستقبلا. نعم. هل رأيت وزيرا أو رئيسا أو أي مسؤول سامي أو دبلوماسي تتوى بعبارات أو بخطب معادية لإسرائيل؟ لم يحدث ولم يحدث. أنا أشكر العالم الجليل الذي معكم، لأن ربنا يبارك فيك. والله أحبه في الله كثيرا. أحبك الله، أحبك الله. وأشكركم جميعا. وأنا أقول أن لابد للشعوب العربية أن تتحد حول موقف واحد، فإذا انتظرنا السياسيين فلن يقدموا لنا حد. وأشكركم جزيلا والسلام عليكم. وإحنا يعني نشكرك أيضا، لأن الجزائر تعتبر بالنسبة لنا بلد العزة والكرامة، بلد الشهداء. معايا أم علاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك اليوم على الله أستاذ أحمد، وبارك في الدكتور محمد، وأطل الله لنا في أعماركم، وكل عام وأنتم بخير وجزاكم الله عنا كل خير. ربنا يبارك فيكم. دكتور محمد، فضلتك عليك عبء ثقيل هذه الأيام بالنسبة لتحليلك لصفات بني صهيون، فأرجو من فضلتك بما أنك خبير في بني صهيون، برغم هذه الأحداث التي تحدث الآن في مصر من اضطرابات وتشكيك الشعب ببعضه، وهذه الفوضى التي يحدثها العملاء الأمريكان والخونة الذين لا يرجون أن تقوم قائمة إلى مصر، ولا نعرف لماذا، لأنهم عندهم المال وعندهم الملاذ والبيوت في بلاد الأمريكان يذهبون إليها، فأرجو من حضرتك سؤالي لحضرتك، أنا مستغربة لماذا لم تهدد إسرائيل مصر ولو بالكلام مثلما كانت تفعل من قبل في الماضي، مثلا تقول بضرب السد العالي أو ضرب المنشآت الحيوية وما إلى ذلك، فما هذا الصمت رغم تدهور الأوضاع؟ هل بخبرتك وعبقريتك الفازة في الإلمام بصفاتين، فهل وراء الصمت هذا عدوان أم أنها متربصة وسوف تنقض عندما تحل؟ طيب يا أم علاء، نعم. يعني أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، يعني أنا عارف حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليك من بداية البرنامج وأنت متابعة جيدة لهذا الموضوع. الله يكرمك. عاوزة تقولي إيه من ورا السؤال ده؟ أنا عايز أعرف أسأل. لا أنا مش عاوز سؤال، أنا عاوز أعرف، عاوزة توصل إيه من ورا السؤال. أنا كنت محضرة السؤال ده للدكتور محمد بس هو أجاب عليه من خلال الكلام أنا سمع الحلقة، هو يعتبر أجاب عليه، لأن أنا برضو بقى بسأل حضرته هل الصمت من وراء إسرائيل الآن رغم أنها عارفة أن الأحوال متدهورة وهي بتحب بالبلد كده تصطف المية العكرة، ليه مثلا ما هددتش بضرب السد زي ما كانت بتفعل من قبل أيام حسن وكده، أو ضرب المنشآت الحيوية؟ هل هي صمتة هذا الصمت لأنها مثلا بصفة حضرتك خبير بصفاتهم وكده، هل هي تخطط لخطة يعني مثلا أن تنقض مثلا علينا في وقت مناسب، أو مثلا وراء الصمت مثلا شيء معين؟ ثاني سؤال لحضرتك، عاوز أعرف شاروم فين؟ هل هو ميت فعلا إكدميكيا أم أنهم أشاعوا ذلك لأنه مصنف من أنه مجرم حرب؟ ثالثا، بابا الفاتيكان كان يبحث مع مسؤول سعودي على إقامة كنيسة للأقلية المسيحية في السعودية لعبادة الرب، فهل هذا مسمار آخر من مسامير الأستاذ أحمد اللي قالها لحضرتك في الحلقة؟ وجزاكم الله عنا كل خير وأسف على التطويل، والسلام عليكم. لا تحت أمرك يا مولانا، شكرا جدا على اتصالك. معنا أسئلة كتير، معنا ستار قديم وقت الحلقة بقى. طيب ماشي، معنا وقت لسه إن شاء الله. طيب في هذا البرنامج نكمل دكتور محمد، وإن شاء الله هذه الأسئلة تحتاج أيضا إلى وقفة. أرجع مرة تانية، كيف حضرتك بتذكر إن كان في العراق حدث عمليات تفجير في المعابد اليهودية أو في التجمعات علشان يحدث حالة ذعر فيوم ينتقل اليهود من العراق إلى إسرائيل؟ وهذا ما حدث بالفعل. نعم، هي بقول لك صفقة، هذا متفق عليه، لكن المحرك الأساسي متفق عليه بين الحركة الصهيونية. أيوة، وبين إسرائيل والحركة الصهيونية وبين حكومة نور إسرائيل، وهذا مسجل تاريخيا. نعم، هذا ليس تحليل مني أو تفسير، ولكن هذا مسجل تاريخيا أن هناك اتصالات كانت تجري مع حكومة نور إسرائيل، وتمت هذه التفجيرات لتهجير اليهود، وبالتالي هاجر كما قلت لك أكثر من 100,000 في يعني فترة زمنية قصيرة، عدة أسابيع أو يعني عدة شهور. في مصر أيضا نفس الحكاية حصل. بعض الإيه، هو بدأ شيء طبيعي إن بعد قيام إسرائيل أي دولة عربية فيها يهود بدأوا يعني يتشككوا في اليهود المقيمين في البلاد العربية على أنهم طابور خامس. يعني النهاردة قامت إسرائيل دولة لليهود، احتلت الأرض، عملت مذابح، طب وأنا عندي يهود في مصر، بدأنا نأخذ مواقف سلبية منهم. فده أيضا شجع على خروج اليهود من مصر. أنا عايز أقول على حاجة معينة، الممتلكات اللي هي بيقولوا عليها احنا لم نستولي. ألم يحدث في مصر أن تم في عهد عبد الناصر تأميم ممتلكات المصريين؟ حدث. حدث. الإصلاح الزراعي عمل إيه؟ مش كان الملكية ما زادتش مش عارف عن 50 فدان أو 100 فدان والاستولى؟ هل النهاردة في مواطن مصري رفع قضية وقال الأراضي اللي أممها أو اللي استولى عليها عبد الناصر وزعها الفلاحين رجعوها لي تاني؟ فما حدث في مصر كان في إطار عملية التأميم التي
يعني نال الشعب المصري كله. الإقصاعيين مصريين، وانت عارف البشوات زمان مصريين، وتم الاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم وبقيت لهم أشياء. فهؤلاء كانوا يخضعون لهذا النظام، أو يعني النظام الثوري الذي حدد الملكيات وصادر الملكيات، فلم تكن المصادرات مقصورة على اليهود وإنما نالت المصريين. حكاية المطالبة بالتعويضات، أنا بقول لك لو إحنا بدأنا بالفعل، والكلام ده قلت الحلقة الماضية، لو إحنا بدأنا بالفعل وحركنا قضايا واقعية وفعلية في الغرب ضد إسرائيل، أنا واثق إن هذه النغمة ستختفي. نعم، يعني أرجع تاني وأقول تحرك هؤلاء تحت الضغوط الصهيونية من محاولات تفجير هنا أو تفجير هنا، لأن بدأ المعين الشلال أو المورد اللي بيدي يهود أشكناز بدأ يقل، بدأ يقل فعلا. نعم، بل حصل العكس كمان، بدأ نزوح. اللي جه في فلسطين وقعد سنة واثنين وخمسة وما عجبوش الحال أو حس إن مش هي دي الحلم اللي كان بيحلم بيه، بدأ يرجع تاني. فبدأوا يدوروا دفاترهم القديمة، بدأ يدور على ناس لو جت مش هترجع. خد بالك، بدأ العدو الإسرائيلي يبحث عن يهود إذا دخلوا إسرائيل لن يعودوا إلى الدول العربية مرة أخرى. اليهود الغربي اللي جه هيرجع تاني لبريطانيا، لفرنسا، لألمانيا، لروسيا، لأمريكا. نعم، لكن قول لي النهاردة هل تسمح مصر بعودة اليهود إليها؟ بالمناسبة في قرار اتخذته جامعة الدول العربية وموافقة منظمة التحرير الفلسطينية على عودة اليهود العرب إلى الدول العربية، هذا أظن في الستينيات، لا أعرف أذكر التاريخ بالضبط. خل بالك القرار اتخذته جامعة الدول العربية بالسماح ليهود الدول العربية، لأنهم حسوا إن إحنا لما طردنا اليهود غلطنا، إحنا طردناهم خوفا منهم ليكونوا جواسيس، إحنا يعني زودنا الأزمة بإن إحنا شوف اديت عدوك ملايين من البشر أو مئات الآلاف من البشر، اديت له قوة، اديت له زخم. نعم، يعني احنا يعني اسهمنا في اجبارهم على ترك مصر وترك العراق وترك اليمن، راحوا فين؟ معظمهم الغالبيه العظمى راحت اسرائيل. طب اليست هذه قوه لاسرائيل؟ قوه لاسرائيل بالفعل. تمام، النهارده بالذات يعني اليهود السفارديين حوالي مليون او اكثر. طب انا اديت وقود لهذه الدوله، اديت موارد بشريه لهذه الدوله بهذا العدد الضخم، فلما بدانا نحس بالغلط، لكن لم تجرؤ رغم ان القرار خليته جامعه الدول العربيه، لم تجرؤ دوله عربيه واحده على ان تعطي. يا استاذ احمد، انا قابلت يهودي عراقي، يعني انا عايز اقول لك مؤمن بالحل القضيه الفلسطينيه اكثر من الفلسطينيين انفسهم، وقال لي انا بعت رسمي، كان ده ايام صدام حسين من 15 سنه او اكثر، بعت رسمي للعراق اطلب العوده الى العراق، قال لي ورفض طلبه. ونفس الشان عندهم هناك في عراق 48 واحد هيرجع. نعم، 10 100 تقول لي طابور خير، ما انتوا كنتوا بتراقبونا في بيوتنا وفي شغلنا، هتغلبوا في مراقبه 5000 ولا 10000 هيرجعوا. فاذا اليهود يعني ورقه جديده بيربحوا بها تعمير اسرائيل عن طريقها والسفارديين. نعم، عندما قل بقول لك التيار الهجره من الغرب، قال التيار الهجره من الغرب والهجره من اسرائيل كثر، النزوح بيسموها النزوح. نعم، لا وكمان ايه، لما ما عادش في يهود النهارده، انت عندك مصر كان فيها يقال حوالي 26000 يهود. النهارده اللي موجودين كام؟ 70 يهود. الجاليه اليهوديه في مصر فقط 70 يهودي، كلهم يعني 70 80 سنه في العمر، يعني نعم خلاص، يعني في سبيل الانقراض. فرئيس الجاليه بالنسبه سيده اعتقد كانت محاميه او شيء يهوديه، فانت النهارده طردتهم، اسهمت في استمراريه هذا. لما استنفروا دلوقتي ما عادش فيه يهود،
سفراديم ما هجروش. اتحولت إسرائيل لمين؟ لليهود الأحباش، لأنها ما فيش هجرة غربية أو هجرة غربية قليلة جدا دلوقتي. نعم. في نزوح. الهجرة السفردية الشرقية العربية انتهت تماما. اللي باقي 70 يهودي في مصر حتى لو راحوا مش يعملوا حاجة. طب هم عايزين مدد بشري، فبدأوا يلعبوا لعبة يهود الفلاشة اللي بقالهم حوالي 20 سنة عمالين يهجروا فيهم. طيب يعني عاوزين نخلص هذا الكلام لأن وقت الحلقة أوشك على الانتهاء. يهود نجاوب عليها إن شاء الله بإذن الله. يهود السفرديم كانوا كورقة جديدة حاولوا يعمروا بها إسرائيل لما بدأ النزوح من نعم. إسرائيل لبلاد الغرب اللي هم يهود الإشكناز. طب سريعا جدا ممكن ألخص دورهم في إسرائيل كان عامل إيه؟ يعني إحنا شفنا اليهود الإشكناز كان لهم سيطرة قوية جدا، محركين أساسيين في إسرائيل. دورك باختصار كان بيعملوا إيه؟ ليس لهم دور فعال في إسرائيل حتى الآن، حتى هذه اللحظة؟ نعم. رغم أنصار لهم حزبا الآن؟ في أحزاب كثيرة لليهود الشرقيين، لكن ليه ما بتاخدش قوة؟ لأن اليهود الشرقي زي المصري بالضبط، يعني اليهود المصري في إسرائيل زي المصري، زي يعني معظم المصريين هنا. نعم. أو زي العراقيين. يجي يوم الانتخابات ما يروحش، مش فعال في المجتمع. أنا عايز أقول لك على حاجة، أنت عندك اليهود الشرقيين لو اتحدوا مع العرب الفلسطينيين هيشكلوا قوة كبيرة جدا جدا في إسرائيل. لكن قضية أرض المعاد وتجميع الشتات لا تشكل عنده أي مبرر أو أي دافع؟ لم تكن أصلا في الحسبان، ولم تكن في الحسبان، وإلا ما هجروش ليه في معبدات إسرائيل؟ ما هجروش ليه لما كانت الأمور مستقرة وما فيش أي مشاكل؟ لم يتركوا مصر واليمن والعراق وغيرهما دول العربية إلا عندما بدأت تحدث مشاكل. جميل. طيب يعني باختصار نقول هم يعني أقصى ما يمكن أن يقال عنهم إن هم تلبية طاقة بشرية فقط. نعم. طيب كده أعتقد ألممنا كثيرا عن طائفة السفرديم. نعم. ممكن سريعا جدا نجاوب على هذه الأسئلة. نعم. معنا الأستاذة نهلة بتتكلم بتقول لماذا اختار اليهود هذا المكان بالتحديد ولم يختاروا مكان غيره؟ لأنه هو المكان الوحيد في العالم الذي لهم ارتباط تاريخي به. طيب دور قيام اللهم صل على محمد، دور يهود مصر في قيام دور يهود مصر في قيام إسرائيل. لا أنا قلت أجاوبت عليه الآن. نعم. لم يكن لأي اليهود أي دولة عربية دور في قيام إسرائيل، وليس لهم دور حتى بعد ذلك في نهضة إسرائيل العلمية أو الأخرى. لا يعني اهتماماتهم اهتمامات يعني أقل من اهتمامات الإشكناز الموجودين، فليس لهم دور، لا يهود مصر ولا يهود اليمن ولا العراق ولا أي دولة عربية ليس لهم دور على الإطلاق في قيام إسرائيل. نستسمح الأستاذ نهلة أخو من ناس ولدت فقط، وأروح للأستاذ معوض وأطلب من حضرتك تعليق على الكلام اللي قاله. لا ده هو يتساءل يقول لك المثقفون يجتمعون مع المسؤولين وفي الوزراء الخارجية، ده يعني أنا ما أقدرش أجاوبك يا أستاذ معوض على هذا الكلام. يعني أنا نفسي بتساءل نفس الأسئلة التي تتساءلها أنت. نعم. أما هل في المستقبل تغيير آيات القرآن بحجة معارضة السامية؟ هذا يعني لا تفكر فيه يا أستاذ معوض على إطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى حللنا المشكلة والمعضلة بأن جعل حفظ هذا الكتاب أمرا خاصا به سبحانه وتعالى ولم يعهد إلينا بحفظه. لكن هم حاولوا التحريف على فترات مثلا متباعدة، يعني أذكر أن إسرائيل قدمت منحة لإسرائيل لمصر حوالي 1,000,000 نسخة من المصحف وكانوا شالوا منه حرف، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، شالوا كلمة غير. نعم. وأصبح الآية بتقول ومن يبتغي غير ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. شوف لو جابوا 100,000,000 مصحف، لكن سبحان الله ردت هذه النسخ. لو جابوا 100,000,000 مصحف. نعم. ونشروهم في مصر محرفين، المسلم العادي هيكتشف وهيبقى. انا ما اعرفش لو في وقت احكي لك قصه في دقيقتين. اتفضل. ايام الخليفه المامون في مجلس من المجالس، فعرض على وجد في واحد يهودي عرض على الاسلام، قال له لا. مرت سنه ورجع قال له انا اسلمت. قال له ليه؟ قال له انا خرجت، انا خطاط، خرجت من هنا عملت كام نسخه من الانجيل وحرفت فيه وبعتهم، الناس اشترتهم، النصارى اشتروهم،
عملت كم نسخة محرفة من التوراة وبعتهم لليهود اشتروهم، عملت كم نسخة من القرآن محرفين وبعتهم، كل واحد يبص فيها يروح رميها في وشي تاني. ده مصداق القول، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. في المسألة دي أنا شخصيا لا تشغلني. طيب هو بيسأل سريعا أيضا، لكن أرجو يكون إجابة أسرع، عن موضوع ان هو بيكتب باللغه العبريه على الجنيه الالوان. ده يا استاذ محمود ده جزء من سياسه العبرانه التي اتخذتها او قامت بها اسرائيل منذ تواجد اليهود في بدايه القرن العشرين، انها اصبحت تطلق اسماء عبرانيه على الاماكن حتى العمله، عشان تثبت طابع البوسطه. طابع البوسطه لغايه النهارده تلاقي عليه مكتوب عليه بالعربي إسرائيل، وتلاقي مكتوب عليه بالعبري. تمام. فده نوع من نوع عبرنة الواقع العربي الذي كان سائدا في إسرائيل. العملة لما يمسكها الطفل ويلاقي عليها بالعبري، ويمسكها الكبير ويمسكها الصغير ويمسكها المرأة والرجل، إذن هذه عملية تطبيع رغم أنفك، إنك بتقبل هذا الوجود العبري. لو قدرش تسأل عن العملة، والعملة ده ممكن يحط لك عليها سورة هيرتزل، وانت النهاردة الليرة اخواننا لغايه النهارده يقول لك الشيكل والشيكل، تتكلم تشوف الفلسطينيين بيقول لك الشيكل والشيكل، الاخوه في حماس وغير حماس كله بيستورد بالشيكل وبيصدر بالشيكل ويتعامل بالعمله اليهوديه، واصبح شيء عادي جدا جدا. طيب شارون، لا شارون يعني انتهى يعني اسرائيل، اصل يعني اللي فهمته للسؤال يعني ان هم خبيينه، خايفين عليه. يا سلام، خايفين عليه من مين؟ هم بيخافوا ولا يصلحوا؟ لا، شارون ده يعني ده يا سبحان الله، يعني ده عبرة. الوضع الذي فيه الآن شارون ده عبرة لكل سفاح ولكل سافك دم. طيب بابا الفاتيكان بطلبه بإنشاء كنيسة في السعودية. بابا الفاتيكان يعني الحالي أنا أشك في أنه يهودي وليس نصراني. ومسألة طلب السعودية دي مسألة قبل بابا الفاتيكان والرافضة السعودية، الأمريكان حاولوا كثيرا، ولا أظن يا أستاذ أحمد أن الفاتيكان أو الأمريكان سيحظوا بكنيسة في المملكة العربية السعودية، يعني على الأقل أنا أقول لك يعني 100 سنة القادمة إن شاء الله. وإحنا برضو بنقول إن شاء الله بإذن الله تعالى لأم علاء لن تسمح إسرائيل، لأن جزء من يعني قيام الدولة السعودية هو الإسلام. نعم. فالنهاردة لما دي وعندهم الحديث الشريف لا يجتمع في الجزيرة العربية دينان، فما يقدروش يخالفوا. هقولوا للناس إيه؟ ده حتى لو وجدت واحد له ميل، لكن ثق تماما أن هذا لن يحدث وأطمئنك. أما بابا الفاتيكان فأنا بقول لك ده يهودي ذو قشرة مسيحية خارجية. طيب احنا نكتفي بهذه الأسئلة في هذه الحلقة. معنا كلام أم علاء اللي هو لماذا لم تهدد إسرائيل مصر بشكل مباشر في مثل هذه الأيام، نخليها في اللقاء القادم إن شاء الله. أنا بشكر الدكتور محمد على هذه المعلومات القيمة في هذه الحلقة، وإن شاء الله نتواصل بإذن الله لكن بعد أجازة العيد إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. نتواصل بقى يعني سيرا في هذه السلسلة إسرائيل من الداخل. كل سنة طيبين، تصبحوا على خير، السلام عليكم. لمواقف التاريخ فضل فاقرؤوا.